وردت فيه وكتبت عليها قبل كده في مذكرات كريم ثابت. كريم ثابت ده كان المستشار الصحفي الملك فاروق، وكتب مذكراته وهي مهمة جدا لمعرفة أسرار الأصل الملكي وشخصية الملك فاروق بتاع. إنما بيحكي فيها قصة حصلت مع خديوي مصر في القرن 19، ولم يحدد أي خديوي، ما قالش الخديوي مين. الخديوي ده كان عنده مجموعة من الناس من طبعا البشوات بيأكلوا معاه، أو هو بيعزمهم كراجل حاكم مصر بيعزمهم على الأكل. فمرة قاعد فقال أنا على فكرة ما بحبش ده. مين اللي بيقول؟ الخديوي بيقول أنا ما بحبش البتنجان خالص. البتنجان ده اختراع حقير جدا، ده رأي الخديوي، وسيء وبيعمل انتفاخ وبتاعه حاجة زي كده. فكل اللي قاعدين ابتدوا يشتموا في البتنجان، يعني ابتدوا يقولوا اه فعلا ايه ده؟ ايه البتنجان ده صحيح؟ ايه اللي جابوا البتنجان ده؟ بعد ما مشوا في واحد قال للخديوي خلي بالك ده فلان باشا ده بيحب البتنجان جدا. قال له يا خبر؟ قال له اه. قال له بس ما قالش ده قاعد يشرب في البتنجان. قال له لا بس هو انا عارف انه بيحبه جدا، يعني دي اكلته المفضله. فالخديوي حب يهزر، جه في القعده اللي وراها وقال على فكره يا جماعه البتنجان ده سيء جدا. فكلهم راحوا قايلين اللي قالوه الاسبوع اللي فات ايه ده، ايه الاكله دي؟ رجع قال بس انا الحقيقه كلته الاسبوع ده، فقعدت نظر فيه للخديوي اللي بيقول، ولقيت انه انا كنت ظالم البتنجان. ليه؟ البتنجان لذيذ وممكن يبقى خفيف وفي طرق كتيره ممكن ناكلها بيه البتنجان. فالراجل راح قايل ايه؟ ايوه صحيح صحيح يا مولانا، ده البتنجان جميل جدا. اللي هو لسه كان شاتمه، اللي شاتمه الاسبوع اللي فات وشاتمه الاسبوع ده، قال له ده جميل جدا وممكن ده يبقى فعلا صح وخفيف على المعدة ومش عارف ايه. فالخديوي قال للراجل ده الباشا ده، قال له انت حكايتك ايه يا باشا؟ هو انت بتحب البتنجان ولا بتكره البتنجان؟ الاسبوع اللي فات قعدت تشرب في البتنجان، والنهارده شتمت في البتنجان، وانا مدحت البتنجان رحت انت مدح البتنجان، انت ايه موضوعك مع البتنجان؟ قال له يا مولانا انا خدام مولانا مش خدام البتنجان. الواقعة دي مهمة جدا في رأيي عشان نفهم سيكولوجية المنافق. أنا خدام مولانا، وقال خدام مولانا مش خدام البتنجان، يتحرق البتنجان، إنما مولانا ما يتحرقش. أنا خدام مولانا، حب البتنجان هحب البتنجان، كره البتنجان هكره، وهتنافس في الحب والكره. تقريبا السيكولوجية دي أو النفسية دي هي اللي احنا بنشوفها كتير جدا اليومين دول. طيب